قالت مصادر مطلعة لموقع ولا الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية أرسلت الأحد طلبا رسميا إلى إسرائيل للتنسيق لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعضاء القيادة الفلسطينية لقطاع غزة. أضاف موقع ولا أن نتنياهو يدرس الطلب وسيتخذ قرارا بشأنه. وكانت نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لن تسمح بتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى قطاع غزة. الصحيفة قالت إن إسرائيل على علم ببدء القيادة الفلسطينية ترتيبات وتنسيق دولي للتحضير لهذه الزيارة إلى قطاع غزة، لكنها لن تسمح له. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن إسرائيل ليست على علم بطلب عباس الذهاب إلى غزة، لكن الرئاسة الفلسطينية قالت إنها ستبلغ إسرائيل بذلك. في المقابل أعلنت القيادة الفلسطينية عن بدء ترتيبات وتنسيق دولي للتحضير لزيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة. وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه تم التواصل مع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وأعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادين الأوروبي والأفريقي وغيرها من الدول من أجل ضمان نجاح هذه الخطوة وتوفير الدعم والمشاركة لمن أمكن. لم يكن لدينا أي شك في أن إسرائيل سوف تقف حجر عثرة أمام إتمام هذه الخطوة التي تأتي في سياق مواجهة كل المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تكريس تصفية القضية الفلسطينية عبر الانقسام وعبر سلخ قطاع غزة عن باقي الوطن. نحن مصممون على المضي قدما في هذه الخطوة، والرئيس محمود عباس مصمم على إتمام هذه الخطوة مهما كلف ذلك من ثمن، وهو أعلن ذلك صراحة في خطابه أمام البرلمان التركي. أعود إلى ضيفينا أستاذ وديع، ما قيمة هذه الزيارة التي يعتزم الرئيس محمود عباس أن يقوم بها إلى قطاع غزة، وفيما إذا كانت إسرائيل ستوافق أو لا؟ بالتأكيد إسرائيل لن توافق، وهذا يرتبط بالهدف غير المعلن للرئيس عباس في هذه الزيارة. رسميا قيل أن هذا هو يعني خيار القيادة الفلسطينية، وقد دعا الرئيس عباس القيادات الفلسطينية والمختلف الفصائل للذهاب إلى غزة والالتحام مع الشعب الفلسطيني في هذا المأزق، في هذه النكبة هناك، باعتبار أن يعني هذا هو الواجب الإنساني الأخلاقي الوطني القومي. ولكن في قرارة نفسه هو يدرك أن هذا لن يسمح به ولن يطبق، وأنا أعتقد أن حتى يعني عملياتيا على الأرض لا أعتقد أن هناك فرصة لدخول الرئيس عباس والقيادات الفلسطينية إلى غزة المهدومة التي على الأقل لأسباب أمنية لا يمكن لأحد أن يدخلها في مثل هذه يعني في مثل هذا السياق. ولكن الرئيس عباس أنا أعتقد أنه أحسن في إطلاق هذه المبادرة في محاولة ومناورة دبلوماسية لإيصال رسالة إلى العالم تفضح استراتيجية نتنياهو وإسرائيل منذ سنوات طويلة، منذ يعني أن اعتلى نتنياهو السلطة في المرة الأولى عام 96. هو لا يريد عباس ولا يريد حماس، لا يريد أي منهما، وبالتالي الرئيس عباس حينما يقول نحن نريد أن نذهب إلى هناك، وحينما يعني يأتي مثل هذا الرد السلبي من إسرائيل، يريد أن يقول للعالم أن إسرائيل تواصل استراتيجية فرق تسد وتمزيق أوصال الوطن وعدم قبول أي جهة فلسطينية رسمية، وهي تبحث عن استمرار الاحتلال، إدارة الصراع، حسم الصراع وغيره. طيب دكتور منصور، هل تركت إسرائيل مكانا لم تهدمه على ساكنيه من مدنيين وأطفال ونساء يمكن أن يزوره الرئيس محمود عباس خلال هذه النية على الأقل الآن؟ قبل أن أجيب أريد أن أضيف شيئا لما دار بين قد يكون دار بين بلينكين ونتنياهو، أن بلينكين حذر نتنياهو من مغبة الانجرار إلى أو الانزلاق في حرب شاملة في الشرق الأوسط، لأن أمريكا غير معنية في هذه المرحلة. وكذلك يمكن من القول أن عدم الانصياع أو الدخول المضي قدما في الصفقة قد يجر الضفة الغربية إلى مواجهة، وما يخاف منه الجانب الإسرائيلي الآن
هو الأحزمة الناسفة، ما في مركز البلاد في مركز إسرائيل كما حدث أول أمس. بالنسبة لتصريح السيد محمود عباس أبو مازن، طبعا هو ليس فقط رسالة إلى إسرائيل وإلى العالم، هو رسالة كذلك إلى حماس، أن لا بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك السلطة الفلسطينية في إدارة شؤون غزة. وهذا كذلك يعني كما قلت رسالة إلى حماس. طبعا كل ما يتعلق بدخول، أنا أوافق زميلي الأستاذ وديع في تحليله بأن إسرائيل لن تسمح الآن في دخول السلطة أو السيد محمود عباس، قد يأتي إلى معبر رفح لكي من أجل الإعلام وتشكيل ضغط وإحراج إسرائيل والتعاطف مع السلطة الفلسطينية، أن العالم يتعاطف معها. طبعا هذا سيحقق فقط إعلاميا وليس على أرض الواقع، وأن هذا الحديث والزيارة ستكون فقط ضمن الحل النهائي اليوم التالي. طبعا هناك تحدي كبير بكل ما يتعلق ببناء غزة، لا يعني نحن نشهد الدمار والشامل للبنية التحتية للبيوت، المراكز الإيواء، المدارس، الجوامع. طبعا هناك تحدي كبير يلزم جميع الأطراف الدولية وكذلك السلطة الفلسطينية وكذلك إسرائيل بكل ما يتعلق طيب. بالتنسيق وببناء قطاع غزة ومن أجل تحقيق يعني اتفاق نعم. يخدم المصالح المشتركة الإسرائيلية والفلسطينية، وأن لا بديل حسب رأيي. طبعا من الجليل الغربي المحلل العسكري الإسرائيلي والباحث في قضايا الشرق الأوسط دكتور منصور معدي، وكذلك من الناصرة أشكر الكاتب والمحلل السياسي وديع عودة.